03, naik ke atas untuk membacakan surah Al-Khizr dimulai ayat 26.
فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين قال رب بما أغويتني لأزينن
Ya, demikian peserta NTT 403. Selanjutnya skor waktu sampai jam 8 besok pagi. Terbal.